يعني بمناسبة الكلام عن المرحلة السنية بتاعت المدارس، يعني كلنا عارفين انه من المهم جدا ان كل الطلبة والطالبات يمارسوا الرياضة وبانتظام. ناس كتير بتبقى فاهمة ان دي حاجة ممكن تاخد من وقت دراستهم او وقت مذاكرتهم مليون، يعني في حاجات كتير اتعملت، عايز اقول استفتاءات واستطلاعات رأي ودراسات وابحاث الى اخره، مليون حاجة اتعملت اكدت على ان في غالبية الأحيان الشخص المتفوق رياضيا بيكون عنده قدرة على تنظيم الوقت وقدرة على الاستيعاب وقدرة على التعامل تحت ضغط. كل دي حاجات بتخليه في الآخر يبقى عنده قدرة على التحصيل بنسبة أكتر والتركيز في الامتحانات أكتر. كل دي حاجات مهمة جدا تهم أي أب وأم. وفكرة أن ولادنا يلعبوا وخصوصا الرياضات اللي هي الجماعية بصفة خاصة، أن هي إلى جانب بقى انعكاساتها الإيجابية على صحة الطفل، فكمان ليها يعني بتعمل شغل رائع نفسيا وبتظبط لك التركيبه الشخصيه بتاعت الولد او البنت. انا بتفق معاك 1000000%. وعلى فكره هو الموضوع بس محتاج ان انت تنظم وقتك او تنظم او تعلم ولادك هم اللي ينظموا وقتهم. على فكره لازم دايما الطفل يكون عنده قرار، يعني لازم تعلمه ان هو ياخد قرار من وهو صغير، ما يبقاش كل حاجه معتمد عليك كوالده او والدته، ده مش هيخليه بعد كده انسان مسؤول. فلازم نشوف ازاي الولد نفسه يقرر ان هو يعمل بالانس، ان هو اللي ينظم وقته. وشوفنا يمكن نماذج كتيره جدا كمان هنا في 10 الصبح وفي برامج كتيره خاصه بقناه الاهلي، وعامه لما نشوف ازاي في نماذج كتير من ابطالنا في مختلف الالعاب بيكونوا كمان متفوقين جدا في المستوى الدراسي، وكمان مش بس متفوقين، لا هم من التوب في المدرسه او اللي بيجيبوا يعني جريت عاليه. فده هو او هي دي النقطه، انت لازم تعلم ابنك او بنتك من هم صغيرين هم اللي يكونوا مسؤولين، هم اللي يبقى يعني في الاول وفي الاخر اي حاجه حلوه هتحصل لهم دي هتبقى راجعه عليهم، واي حاجه وحشه هتحصل لهم هم اللي هيتحملوا مسؤوليتها. فده من الصغر بيفرق جدا. وعايز اقول لك كمان يا كريم، القصه مش بس فكره ان انا يعني اودي ابني ان هو يمارس رياضه، لا انت دلوقتي معرفش كل ده او الموضوع ده في كل بيت، بس انت مش بتشوف انا مثلا ولاد اختي كده على طول قاعدين قدام التليفون، على طول قاعدين قدام الايباد. فانا والله كنت لسه بتكلم مع ابن اختي قريب بقول له انت ايه يعني، ما هو برضو اوكي انت في الاول وفي الاخر كاب عايز اللي هم اولادك يبقوا بيعملوا حاجه في وقت فراغ رغهم ومبسوطين وكده، بس ده غلط. لازم يعملوا حاجه صح، لازم يعملوا حاجه تفيدهم، لازم يعملوا حاجه تضيف لهم. لكن الرياضه فعلا مش بس فكره ان انت بتحسن يعني القوه البدنيه بتاعت ابنك، لا انت بتفيده في حاجات كتيره جدا. الرياضه محتاجه مسؤوليه ومحتاجه ديديكيشن زي ما بيتقال، انتظام وحاجات زي كده. فانا بشوف فعلا من الصغر لو الموضوع تم، ودي مش قضيه يمكن هو موضوع ممكن البعض يقول لك كليشيه اتكلمنا فيه قبل كده كتير، بس هي قصه مستمره. يعني حتى لو اتكلمنا فيه قبل كده احنا هنقعد نتكلم فيه على فكره كمان بعد كده، لانه موضوع مهم. مين مش بيعاني من المشكله اللي انت بتتكلمي عنها؟ اعتقدش في بيت مين عنده اطفال في سن الدراسه في مراحل تعليميه مختلفه ابتداء من والله حضانه دلوقتي تلاقيهم ماسكين موبايلات، والله زي ما بحكي لك. مين ما عندوش المشكله دي في بيته؟ عشان كده من المهم جدا بالمناسبه قبل ما ناخد الخطوه اللي نهاوند كانت بتتكلم فيها، فكره ان احنا نوقف ده، قبل ما نوقف ده نبقى جاهزين ببديل. ايوه فاهم ازاي؟ ولو كان البديل ده رياضه يا سلام. طب ما تيجي بقى بص احنا مجهزين فيديو جراف تحديدا عن الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، وهنتكلم فيه او هو هيعبر لنا عن قد ايه مهمه ممارسه الرياضه، وان هي كمان بتحسن الاداء الدراسي. علشان بعض الاهل يقول لك لا ده هتاخد من وقت الدراسه، لا بالعكس هي ممكن جدا تبقى عامل بيساعد على تحسين الاداء. خلينا نتابع.